بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في سلسله تعليم برنامج السوليد ووركس فونيشن توتوريال خاص بماده التصميم باستخدام الحاسب الالي في موضوع الفاينانت اليمنت اناليسيس. معكم مهندس اسلام محمد، مدرس مساعد في كليه الهندسه جامعه بورسعيد. ان شاء الله النهارده هنبدا ناخد تمرين جديد، وما زلنا شغالين في الشابتر رقم 5 الخاص بال2 دي اليمنت او موضوع البليت اند شيل. في المثال اللي عندنا، احنا عندنا ماسوره مسدسه او هيكسا بايب. طول الضلع المسدس كان عندك عباره عن 30 ملم، والقطر بتاعك كان عباره عن الريدز بتاعتك كانت عباره عن او نص القطر عباره عن 20 ملم. قال لك ان الماسوره الطول بتاعها كله عباره عن 1 متر، مصنوعه من الستانلس ستيل، المدرس فولاسيست بتاعها عباره عن 200 جيجا باسكال، ومعرضه للباوندري كونديشن بتاعتها كانت متثبته من الجزء اللي تحت، ومعرضه لضغط داخلي او انترنال بريشر قيمته 20 ميجا باسكال. المطلوب نحسب ايه؟ نحسب الاجهادات باستخدام احدى النظريات زي نظريه فون ميسز، ونحسب معامل الفاكتور اوف سيفتي او معامل الامان اللي هو بيكون عباره عن السيجما يد على السيجما اللي انت حسبتها. في المثال اللي قدامنا احنا عندنا هنا ماسوره، والماسوره او البايب اللي قدامنا في الحاله دي هنبدا نستخدم او عايزين نبسط بقى المساله اللي قدامنا، بدل ما نعملها ك 3 دي شكل مجسم نبدا نستخدم موضوع ال 2 دي اليمنت. بنبدا نرسم الكروس سكشن بتاعنا، وبدل ما تدي له الطول 1 متر، لا خلاص هو فاهم ان الطول بتاعه كله ثابت كونستانت، يبقى كل ما فيش هيحصل تغير بالنسبه للاستريس على الطول كله. يبقى في الحاله دي استخدم ال 2 دي اليمنت، وده طبعا افضل لي بكتير، بيوفر عليا وقت ويوفر عليا موضوع المش. وبالنسبه لي البرنامج هبدا افهمه ان المساله دي 2 دي، وابدا اشتغل وابدا اطلع النتائج بتاعتي. تعالى بقى نشوف على برنامج السوليد وورك، واحنا خدنا كذا مثال على موضوع ال 2 دي اليمنت، وعرفنا الخطوات الرئيسيه ازاي نبدا نشتغل على او نفكر في المساله اللي قدامنا دي نحولها ك 1 دي اليمنت ولا ك 2 دي اليمنت، وان شاء الله في السكشن الجايه تكون عباره عن 3 دي اليمنت. تعال نخش على البرنامج ونشوف الكلام ده. اول حاجه هنبدا نستخدم المديول الخاص بالبارت اللي هنبدا نرسم شكل الموديل بتاعنا. نختار المستوى بتاعنا، وبعد كده نبدا نختار الشكل المسدس، ونبدا نديله طول الضلع بتاعه كان عباره عن 30، وبعدين نبدا نرسم كروس سيكشن او نرسم بقى دايره كانت عباره عن الار بتاعتها كانت ب 20، يعني القطر كله عباره عن 40، والكلام ده نبدا نعمل له بقى اكسترود بالمسافه بتاعته اللي هو عباره عن الواحد متر طول الماسوره بتاعتنا او طول البايب، وبكده يبقى انت خلصت شكل الموديل بتاعك. ده الخطوه الاولانيه. تعال بقى نروح على المديول الخاص بالسيموليشن اللي احنا شغالين عليه، ونروح نعمل الدراسه بتاعتنا على موضوع الاستاتيك استراكشر، ونختار بقى هنا ايه ننشط ال 2 دي اليمنت، ونبدا نعمل علامه صح، وبيبدا يظهر لنا هنا مين؟ بلين ستريس، بلين سترين، والاكسيمتر. في الحاله اللي قدامنا دي نبدا نستخدم مين؟ احنا كنا استخدمنا في السمك الصغير او الطول الصغير بنستخدم حاجه اسمها البلين ستريس. المره دي في المساله اللي قدامنا دي بنبدا نستخدم البلين سترين، وواضح جدا في الصوره الموضحه شكل البلين سترين بنبدا نستخدمه في ايه؟ لما يكون عندك اطوال كبيره وانت عارف ان مفيش اي تغير، زي مسائل السين سلندر والسيك سلندر، يعني الكلام ده يطبق عليه موضوع البلين سترين. ونبدا نختار بقى هنا تحت البلين اللي احنا هنختار عليه السكتش بتاعنا هو ده، وبعد كده نديله الطول بتاعه الاصلي اللي هو عباره عن الالف، ونبدا نعمل علامه صح، وبكده بقت المساله قدامنا عباره عن 2 دي اليمنت. مستنيه منك بقى اللي انت تعرف لها الماتيريال، وانا شغال على الماتيريال المره دي مش ستيل، لا شغال على الستانلس ستيل. تعال نعرف الستانلس ستيل ونبدا نعمل علامه صح، والخطوه الثانيه نبدا نعمل الباوندري كونديشن اللي هو التثبيت. انا عندي هنا فيكسد على الايدج اللي تحت، وابدا اعمل علامه صح، واكسترنال لود، والمره دي مش هختار فورس ولا تورك، لا المره دي هختار البريشر. البريشر اللي عندي هنا بيحتاج اللي انت تبدا تحدد له انت هتحط اللود فين بالظبط، سواء بقى من جوه او من بره. لا انا عندي هنا بريشر من الداخل،
وهبدا اضغط علامه صح واختار قيمه البريشر. قيمه البريشر انت عاوزها بوحده ايه؟ انا شغال بوحدات بالميجا باسكال وكانت قيمتها 20 ميجا باسكال. هل القوه اللي عندك من جوه ولا من بره؟ تقدر تعكس الاتجاه على حسب ما انت عاوز في المثال بتاعك. ادي الفورس اللي عندنا او البريشر اللي عندنا مؤثره من داخل التيوب او البايب، قيمتها 20 ونبدا نعمل علامه صح. الخطوه اللي بعد كده نبدا نعمل مش، ونعمل هنا كرييت للمش، ونسيب الدوفلت بتاعنا او نسيب كل حاجه زي ما هي ونبدا نعمل علامه صح، بيبدا الجسم يعمل لك المش بتاعه. الخطوه اللي بعد كده نبدا نعمل رن ونبدا نشوف النتائج بتاعتنا، وبيبدا يطلع النتائج بتاعتنا في صوره ستريس بون ميسز ديسبليسمنت والستريت. تعال بقى نشوف نقرا النتائج بتاعتنا. قال لك هنا ان قيمه الاستريس طالعه معاك بكام بنظريه بون ميسز 95 و4 من 10 ميجا باسكال او نص، وقيمه الاسترين كانت طالعه معاك ب 1 من 100، وقيمه الاسترين مفيش قيمه للاسترين. وبعد كده نبدا نروح بقى على مين؟ تعال نضغط كده دبل كليك على الاسترس ونعمل حاجه اسمها ترو سكيل، احنا عايزين نشوف الشكل بتاعنا في الصوره بتاعته الطبيعيه، ونبدا نعمل انيميت. ادي شكل الاسترس او شكل اللي بيحصل عندي. طبعا الشكل اللي كان بيحصل لنا في الصوره الثانيه بيبقى اخد سكيل وضرب في سكيل معين. وبعد كده نبدا نحسب معامل الامان، ونختار المره دي نظريه فون ميس، ونبدا نعمل علامه صح. يطلع معاك قيمه الفاكتور سيفتي طلعت معاك ب 1.8. طيب احنا عايزين بس نخش على المش ونبدا نقرا في حاجه جديده عايزين تعرفوها، اللي هي عباره عن الابلاي مش كنترول. لو احنا عايزين نتحكم في جزء معين او عايزين نبدا نعمل مش ليه جزء معين، بيقول لك في القايمه اللي قدامك دي اختار الجزء اللي انت عاوز تعمله. فانا اعتبر ان الجزء بتاع الدايره اللي عندنا انا عاوز اكتر المش فيه اكتر من الجسم من الخارج، وابدا انزل هنا اختار بقى هنا ايه. انت تختار بقى كورس ولا فاين؟ لا انا له فاين، وممكن نحط له القيمه اللي عندنا اللي احنا عاوزينها. وبعد كده نقول نعمل علامه صح ونرجع للمش. هنا نبدا نعمل كرييت للمش، هيقول لك اه عاوز تعمل الكلام ده، تعمل ريمش ريمش. اه هنبدا نعمل له ريمش ونقول له اعمل لي علامه صح، ونبدا نشوف شكل المش بتاعنا. تعالى بص كده على المش ايه اللي حصل. هتلاقي عندك هنا ايه، ان الجزء بتاع الدايره اللي احنا حددناه بدأ يعمل له مش بمقاس تاني غير المقاس اللي احنا كنا مستخدمينه، او احنا حددنا على الايدج دي، او عملنا كنترول على المش ده واخترنا المنت سايز للايدج دي، والجزء اللي بره بقى ليه مش اللي هو الاصل بتاعه اللي احنا كنا عاملينه. طب تعال بقى نشوف النتائج ونبدا نعمل رن تاني. ادي قيم الاستريس طالع معاك ب 95 وكسر. يبقى انت هنا تقدر تعمل تعديل او تقدر تعمل تتحكم في المش بالطريقه اللي احنا قلنا عليها من القائمه الخاصه بالمش كنترول. احنا كده النهارده عملنا مساله جديده وعملنا فكره جديده، كان عندنا ماسوره ولها طول معين، كانت معرضه لضغط من الداخل بس في شكل صوره مسدسه، ولما يكون عندك طول كبير والطول ده ما يحصلوش تغير نبدا نستخدم مين؟ موضوع ال 2 دي element. وقدرنا نحسب قيمه الاستريس بنظريه بون ميسز، وقدرنا نحسب معامل الامان، وعرفنا ازاي نبدا نتحكم في المش لو احنا عندنا شكل زي اشكال الدوائر، او عندنا صوره زي الصوره اللي كانت موضحه قدامنا، ازاي نبدا نتحكم في المش اللي قدامنا ما يبقاش الجسم كله بمش او المنت سايز واحد. احنا كده خلصنا التمرين بتاع النهارده، وان شاء الله نلتقي في تمرين اخر.